السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومتابعين من قناة محمد الرجل. اليوم نرجع لكم بفيديو جديد. اليوم أنا بشركة عجلة الخليج، الموقع مالتها أعتقد كلكم تندلوها ببغداد، كرادة خارج مقابل سما مول، مقابل ذاك سما مول. اليوم راح ندخل للشركة، اليوم راح أحكي لكم عن السيفتي الدراجات أو بين قوسين الخوذ والأمور الباقية اللي تخص الدراج. يعني اليوم موضوعنا مو عن الدراجات، الحلقة مال الدراجات رجعوا لها بالفلوقات القديمة، راح تعرفون التفاصيل، وإن شاء الله هم راح نسوي حلقة عن الدراجات الجديدة اللي جاية، لأن أعتقد هم ما تنعتهم جاية دراجات جديدة. عموماً اليوم إحنا مالتنا الحلقة راح تكون فقط عن موضوع السيفتي للدراج، السيفتي بين قوسين يعني الخوذ والملابس اللي يلبسها الدراج. يعني سبيل المثال مثل هذا الناس، هاي الأمور كلهن راح نشرح عليهن. أول شيء انطونا لايك، تابع القناة وخلينا نبلش سوية. يلا هذن السيفتي عندهم، أكو سيفتيات هناك هماتين. أول شيء راح نبلش بالخوذ، أنا برأيي شو تقولون؟ لأن أكثر الطلب السيفتي على الخوذ. راح يجينا الأخ ويحكي لنا التفاصيل الكاملة عن الخوذ. تمام شباب، نبلش بالأسعار الخوذ. طبعا أكو نقطة رئيسية، لأن أكو هاي شباب ما تعرف الخوذ، طبعا ثلاث أنواع. أكو يجن بيهم مال قفاز اللي بدون جامة، هذن يستخدموه بين قوسين للأوفرود، اللي يعني بين قوسين مو مال الشارع، لأن هذن مال سرعات 40 وجوا. عندك النوعية الثانية أكو فتش متحرك وأكو فتش مو متحرك، وعندنا النوعية الثالثة بين قوسين هذا النوع اللي أصلا ما راح يكون بيه فتش ولا يكون مفتوح. يعني هذا أعتقد جماعة السكوتر شوي يهرهمهم. عموما راح نسأل الأخ، مو كلهن لأن ما أقدر أغطي كل الأسعار، لكن العموم اللي أنا أشوفه ضروريات راح أقول لكم الأسعار. نبلش أول شيء مع القفاز. السعر 380,000. 380. أكو ألوان بيه لون واحد. موجودة بعد لونين. بعد لونين. تمام. هذا بدون جامة مضبوط نفس ما قلت. أفراد. تمام. عندنا هذا الموديل. فك الثابت هذا. هذا فك ثابت مو متحرك. سعره أيضا 380,000. شركة TRX. هي إنتنس موديل TRX. TRX. تمام. إيش قد أسعارهم؟ 380,000. موجود بعد لونين. حلو. أسعار كلش صراحة جيدة، يعني مقارنة بالكوات اللي دا أشوفه كلش جيد. هذا نفس الماركة. هذا فك القلاب يعني. ها هذا يعني بين قوسين ينفتح ويصعد لفوق. تمام. إيش قد أسعارهم دولة؟ سعره 105. 105. شنو الماركة مالته هذا؟ إنتنس. إنتنس. موجود عدة ألوان بيه يعني. الأحجام كذلك موجود بيها، إكس لارج، لارج، مدري السوالف. موجود، إحنا جايبين حجم إكس لارج. يعني الأكبر. إحنا جماعتنا دائما العراقيين الروس مو كبار صراحة، مو عموما الأحجام الكبيرة موجودة. أوكي اللي بعده. هذا نفس TRX. تمام. هذا نفس الموديل اللي لون الأخضر والرصاصي، سعر 105,000. كليته هذا كليته فتش متحرك. كله فتش متحرك. اللي بعدها. هم نفس الحالة، يكون فك متحرك، سعر 105,000. عندنا هنا الفك المتحرك غير موديل، هذا يختلف. تمام. هذا شنو وضعه؟ سعر 97,000، هم من فك متحرك. تمام. كليته بيه جامل وبدون جامل، المراية اللي أكيد تنزل. أكيد كله بين النظارات. ما النظارات قصدي. أكيد كله بين النظارات. تمام. هذا الموديل. هذا نفس السعر 105,000. تمام. اللي بعده. هذا الفك الثابت. هذا هنا ال. خوذ الكلاسيك. هذا جماعة يعني ذني الدراجات الصغار، يعني واحد اعتقد حتى بدون جامل. ايضا الهارلي اللي يستخدمونه أي. بس بيجامل. لا بيمرايه. بيمرايه بس بسيطة. نظارتكم. نظارة تمام. هذا جيد اسعارهم عندك. هذا سعره 380,000، هم بعدة الوان. عندك الوان. بعد اكو غير خوذ لو بس ذني الموجودات متوفرة. موجودات بعدها. ماشي خلينا نروح الخوذ اللي بعدهم. هذا النوع الثاني بس اكو مشكل، اكو نفسه اكو يختلف، عموما اكو يختلف ما راح نشرح عليه. نبلش بهذا اول شيء. اي نعم. السعر هذا 97,000 اللي هو نفس الاحمر اللي تحته قبل شوي صورنا. تمام. هذا يعني صورناه. تمام. هذا شنو؟ هذا السعر 105,000 فك القلاب. 105,000. انا طبعا انصح دائما بالقلاب بالحر، هنا راح انصح به بالشتاء. هذا الكلاسيك نفسه. تمام. هذا قلنا بيه الوان، ها هذه الالوان مالته حلو. هذا اللون مالته وهذا تقريبا يشبه نفسه. هذا جد سعره قلنا؟ هذا 380,000. يا جماعة الهارلي كلش يحبونه طبعا. أول واحد شنو؟ هذا قفاز الأوف رود سعره 380,000، هذا اللون الثاني. واللي تحته اللي هو سعره 105,000 فك القلاب. وذاك احنا شرحنا عليه. عندنا ذني شنو؟ نفس هذا الألبن ستارز، هاي الخوذة. تمام. جد سعره هذه؟ هاي الخوذة سعرها 350,000. تمام. بدون نظارات طبعا. بدون نظارات. اها يعني تقريبا اجود نوعيه لل مال اوف رود. تمام. هسه تقريبا احنا خلصنا عن الخوذ، راح نروح على السيفتي الملابس البناطير وغيره الامور يعني. حاليا نحول على السيفتي بالنسبه ذني الملابس. عندنا هنا فقط شركه KTM. طبعا شركه KTM الملابس مالتهم درجه اولى، ماركه معروفه.
نبلش هاي الاسعار طبعا. طبعا هاي مره حاله شباب يعني اللي يسال عليها هذا انه يصير مره حالات يعني واكثر شيء شتويه مو صيفيه. نبلش الاسعار صديقي ايش قد اسعارهم؟ السعر هاي اول بدله 324,000 اكله. الالوان بيها اكو لو بس هذا اللون يعني؟ لا بس هذا اللون بس هاي هذا الموديل ماشي. عندنا هسه اللي بعده هذا الموديل الله يكرمكم يا هذا الشكل مالته. طبعا هم قاعد ماتين اي كي تي ام ايش قد السعر مالته؟ 483,000. هذا بيه احجام؟ لو اكيد موجود بيه احجام. اللون اعتقد واحد لون واحد تمام. عندنا بعد الموديل الثالث هذا الموديل هماتين كي تي ام ايش قد السعر مالته؟ سعره 307,000. 307,000 طبعا كليته بالعراقي بيه احجام وكليته بالعراق هاي الاسعار يعني لا تخطون ماكو دولار. عندنا هذا يعتبر يعني يلبسونه جماعة القفاز كل شيء يلبسونه خفيف صيفي يعتبر خفيف صيفي. ايش قد سعره هذا؟ سعره 209,000. 209,000 نحول على ذني. هذا اللي يستخدمونه صراحة هذا يلبسونه مثلا بالسباقات كذا المدربين زين اي حلو. ايش قد سعره؟ السعر هذا 153,000. 153,000 حلو اعتبر صيفي هذا اعتبره يعني جاكيت رياضي يعتبر تمام. هو ذني نعتبره شتويات هسه مو وقتها. عندنا ذني شفقات طبعا هي مشكلات هنا عندنا رايد بول جاي وجاي هواي امور هنا كي تي ام تقريبا ايش قد اسعارها صديقي؟ تبدي من 34,000. 34,000 كله بالعراق وعندنا هواي موديلات. تبقى هنا عندنا التيشيرتات اسعارهم من الى من 37,000 وتصاعد الاسعار. ذني مشكلات بس الحلو بهن بهن كي تي ام كي تي ام ذني يعني اللي يدور اسامي ماركات مثلا تلقى كل شيء موجود. كواليتي عالي يعني. كواليتي بالضبط يعني ضد التعرق وهي السوالف. نحول هذا عفوا نحول على هذا البنطرون. هذا طبعا هماتين هم الرحاله يعني يستخدمونه جماعه الرحاله وهواي نوعي الدراجات. هذا ما تجي صديق هذا سعره؟ هذا 241,000. هذا قياس واحد لو بيع قياسات اكيد؟ لا بيع قياسات اكيد. بيع قياسات. عندنا هذا الموديل الثاني. طبعا اتقال كلش اعتقد وزنهن يعني حتى 4 كيلو هيك امور. هذا سعره ايش يا صديقي؟ 345,000. شباب قياسات. هذا بقياسات طبعا كلهم بهن كسارات ذني يعني اللي يسال هذا من ضمنهن كسارات لان اكو ماركات ما تجي الكسارات وياها، كسارات سعره واحد. هذا جاي الحلو الموضوع انه سعره واحد. عندنا هنا شنو بعد؟ هنا بيجامة هذا بيجامة هنا اشياء مال الاطفال ما راح نذكرها لان اللي يجي يعني اكو تفاصيل باقي. عندنا هنا راح تجي شفوف طبعا هنا كلش ماركه حلوه الاسعار مالتهن 55,000 صح؟ اي هذا نعم هذا 89,000 قياسات موجوده ايضا قياسات موجوده. هذا ايش سعره؟ هذا 47,000. 47,000 عندنا هيك ذني النمانم جلاس مثلا 17,000. عندنا ميداليه ميدالي 12 هاي 15. عندكم هنا جوارب عندكم هاي الحافظه الحافظه مال الماي عندكم هاي المناظير طبعا كلش حلوه هاي مال جماعه الاوف رود استخدموها سعرها كي تي ام سعرها 54,000. ذني عندكم كسارات وذني اماتين كسارات وهذا هذا مال شنو؟ زام زام. وهنا هذا مال الكسارة كاملة مال الركب سعرها 156,000. عموما هاي فقط كي تي ام شباب هسه راح نحولكم على غير الشركات بعد. بقت هاي الماركة تقريبا اخر ماركة طبعا هنا هاي نقدر نقول ارقى ماركة بالسيفتي مو صح صديقي تقريبا يعني ما تجي اعتقد اعلى من عندها. راح نذكر كلهم اسعار السيفتيات الرئيسية. نبلش بهاي طبعا هاي اعتبرها شتوية. هذا يعتبر هودي يعني هود بالضبط اي شتوي. هذا ايش سعره؟ هذا 227,000 بكسارات من هنا يعني. هذا نفس الموديل هذا اي يعني نقدر نقول سيفتي صيفي. سيفتي صيفي تمام. هذا الشكل مالته مثل ما تشوفون. السلامة مثلا ايش قد سعره؟ 247,000. هذا لون واحد بيه؟ لا بيه بعد لون ثاني الصحراء تمام يعني شباب اللي يريد اللي يختار الالوان ترى موجود يعني عندك هنا. هذا ارقى شيء يعني صراحة البن ستار المفروض مو صحيح؟ البن ستار. هاي ألبن ستارز طبعا من الماركة اللي نقدر نقول أرقى ماركة بالسيفتيات. عموما هاي قصة صديقي 748,000. 700 حلو. هذا بقياسات أكيد عندكم؟ إيه أكيد. أنا بقول يعني شو تريد قياسات بس هذا أرقى شيء يعني أعتبره يعني كل الرحال بالسيفتي. عندنا هذا الشكل. هذا طبعا يجي بيه ألوان أعتقد لونين. إيه. جهاز السعر مالته هذا؟ سعره 388,000 تمام. طبعا كل استيقل اعتقد وزنه في 6 كيلو عموما. هذا اللون الثاني مالته يجي في سبوري.
عندنا هسه هذا الموديل بدله الرحال المتكامله نقدر نقول، يعني نقول اغلى شيء تقريبا، اغلى شيء بالاضافه لهذا بهوايه اماكن تخزين. حلو، اعتقد مطري اكيد هواي امور، هواي دواعي امور، هاي اعتقد سعرها غالي. ايش سعرها؟ اكيد 1,603,000. تمام، هاي يعني تاخذها مكتمله لكل الامور، يعني ما يحتاج بعد تاخذ شيء وراها. هذا اللون الثاني مال القياس، هذا اللون القياسات بها كامله عندك. تمام، هذا الشكل مالته. عندنا ذني نقدر نقول نسميها صيفيات، مو تيشيرتات رياضيه، صيفيات. جد اسعارهم ذولا 49,000. 49,000 وقع عندنا فقط البناطير والاحذيه. اي نعم، يلا شوفهم. طبعا هذا من نفس الماركه، انا اشوفه هو احسن بنطرون. السعر مالته صديقي 740,000. شباب يعني هسه كوار راح تجيني تعليقات انه هذا سعره غالي ما ادري شنو، ترى هذا اول شيء ماركه يعني، والنقطه الثانيه هذا جديد يعني اقل شيء ونمبر واحد يعني بالسيفتي، وباقي الشيء هذا يعني اقل شيء عندك 5 سنين 6 يعني، انت ما ماخذ مال بالا وهالسوالف، فمو غالي صراحه. عندنا بقى بس ذاكل، هذا نقدر نقول نسميه طبعا يستخدمون اهل البطح اكثر، بس هذا يستخدموهم جماعه الرحالات اكيد. هذا نجد اسعارهم سعره 388,000 هذا الموديل. هذا الموديل هذا يستخدم جماعه الرحاله شويه، يعني يصير قماش مو جلد، الافضل هو صراحه انا انصح به. تمام، بقى عندنا بس ال الاحذيه بين قوسين. خلينا نقول الموديلات هنا نجي شوي على السريع. الاسعار مالتهم هو سعر واحد ممكن يجي؟ الاسعار لا مختلفه، مختلفه حسب المصنع يعني. يعني هسه هذا الاسود 567,000 هذا الشكل مالته. اكو عده مصانع، مثلا مصنع فيتنام، حلو، مصنع بالصين، مصنع بكرواتيا، بس نفس الشركه، نفس الشركه البن ستارز. البن ستارز تمام، نرجع هذا هنا. هذا جيت قلنا سعره، هذا سعره 336,000. تمام، ام بي قياسات كذلك اكيد. شوف هذا يستخدمون الرحاله اللي منو جماعه القفاز اكثر، القفاز اكثر يعني مو الرحاله. زين اكو شيء للرحاله عندكم حاليا؟ لا بس انا اشوف هذا يستخدمون الرحاله بس ثقيل عليهم شويه، ممكن يقدر يستخدم اي بس شوي ثقيل، بس المفروض بعد يجيبونه يعني مال الرحاله. هذا نفس تقريبا نفس الشيء، مختلف الاسعار 448,000 عموما يعني اللي يدور هاي الامور ان شاء الله بالمستقبل راح يجيبون بس حذاء بعد مال الرحاله. انا معوز بالنسبه لي لهنا تقريبا خلصنا هذا الفلوق. شكرا صديقي تعبتك. العفو صديقي. لهنا راح ننهي الفلوق ان شاء الله. طبعا هاي التفاصيل الكامله عن السيفتي مال الدراجات، انتظرون ان شاء الله بفلوق جديد راح يكون عن الدراجات نفسها الموجودة بالشركه. لا تنسوني بلايك والاشتراك، تقبلوا تحياتي، في امان الله.